دردشة مع عبد الحميد المعروف بحميد بلا حدود أو حميد كلافيها، حميد يعني الشهرة الأولى، الشهرة الأولى اللي كانت في المخيمات الصيفية. حميد كان معروف عامل المخيمات الصيفية. هذه الانطلاقة الأولى كانت الشهرة في مدينة مستغاليم، وتم كان الصديق مصطفى جيغاملي مصطفى معايا، وكان تنديبي وهودنا الوهم. مدينة مستغاليم هي اللي يعني بنا فيها في الشهرة الأولى، ومن بعد هودنا الوهرن وجات هذه بلا حدود، وربي كان فيها السلاك. يعني عبد الحميد ما درش المسرح، ما درتني مسرح ني ريان جيتو. هذه كانت كيقولوا يعني دوناتور، سي دوناتور، وكانت الوهبة يعني عند رب العالمين. كل إنسان وربي شا يعطيه. حميد المعروف بالإمبروفيزاسيون، سي با لو تيست ولا قال الموضوع كذا ولا تعطيني غير لو سكوليت وانا نعم. هادي حنا علمونا والدينا نصومو صغار، بدينا نصلو صغار، والإنسان اللي قال لك اللي خلى له شي عقبة بوه يطلع هكذا. إنسان اللي الأصالة، إحنا نهار اللي حلينا عينينا لقينا والدينا يصوموا، لقيناهم يصلوا. قالوا نقارعوا سيدنا رمضان. أنا بيرسونال مو يداوي المعقودة برسم الطابلة نقلبها. هذا هو الطبق المنفضل، ما كان لا برقوق ولا شوالت إلى فيها حبيبة تحوت هكذا زعما نقولوا مليحة تاني. ومشي معقودة خطرة أو فروماج، خطرة أو كدي كوليلي لو هاو يلق معقودة هاو سبحان الله. يشوفوني غلي فوتهم مع المرحوم حازم الله يرحمه بالمناسبة، ونحيي على كل حال، نحيي مصطفى، ونحيي سيبابي المخرج تاع بلا حدود، واللي راهم حيين كاع، واللي مات الله يرحمه. عندي يشوفوني غنى ومصطفى، عندي يشوفوني رنا وحازم، عندي بزاف بالخصوص في رمضان. كنا نخرجوا لي صورتي حفلات واش من اودي شان نحكي لاختي. ما رانيش مليح من الزوجه اللي توفت لي، زاد بويا موراها، ما رانيش مليح. ايوا على كل حال هذه الدنيا. في رمضان نبغي نشوف كوكتيل، يعني كممثل جزائري نبغي نشوف هذا اش تدار. ومن بعد شغل اناليزي قال هذا مستوى شويه، قال هذا راه مخصوص. ولو كان نتلقى ناس هكا زعما نتلقى تاعنا اللي قريب لينا، ماشي نابورتو كي، هادو سيرتو هادو الصغار هادو ماذا بيا. قال ارواح، قال درت هادي كوكا الى فيه نقص نزيدوه شويه. قال اودي لعبت غايه والحمد لله، يعني بصح لو كان تزيدها هادي هكا باش تكوني رولاف. والانسان ما يبخل، حتى انسان حتى لا ربي عطاه شي موهبه ولا بد يمد منها، هذا رزق ربي، والرزق تاع ربي لازم الانسان يمد منه، سواء دراهم سواء بالفعل سواء بالخدمه سواء بالقول. هذا مجرد خير، هذا خير تاع رب العالمين جا نمدو احنا تاني. كل وقت وعنده جيل. نعطيك تاع بكري هنا،
قدام لا نكونوا حنا. حنا كنا كمتفرجين نتفرجوا الانسبكتور طاهر الله يرحمه، ورديه، تعمي مبروك، لا بارنتي، اكسيتيرا اكسيتيرا. كان عندهم من ستيل. يجينا حنايا خلقنا ستيل واحد اخر. وهادو لي جون تاع ثاني عندهم وقت شوي اللهجه تتبدل. الهضره تاع الستينات تاع السبعينات ماشي كيف كيف تاع الثمانينات. كل جيل وعنده وقته. كل ما تنجميش تقولي لا هادو كلي كانوا خير من هادو ولا لا. حنا درنا سمحنا باسكو هذاك الوقت كنا نخدمو يعني قلب. والله ما دينا دراهم، والله العظيم دورو ما ديناش. من 10 سنوات تاع الخدمه كون نقول لك شكنا ندو في ليميسيون كاع كي دايره تاع شهر تاع رمضان غادي راسك يضرك. 4 دور بصح كانت الخدمه من القلب، ماشي تاع باكلي وتمر ولا لا. كان اجتهاد وكانوا ناس اتونسيون، ماشي غير مصطفى وحازم وحامد اللي كانوا يخدموا، لا هذه يسموها فرقت بلا حدود. فرقت بلا حدود كبيره. احنا انا عبد الحميد غير عضو واحد، كانوا ناس متسوسين يراقبوا ويقول لك لا مشي هادي، قلع هادي، دير هادي، مشي هكا، هادي مليحه، هادي هي النجاح اللي كان فيها. هو العنوان اخو البنات مع عبد القادر جليو وخاصاني وجماعة تبارك الله، راه فيها بيونا، فيها عدة فنانين إن شاء الله. وعبد الحميد تاني يكون مع كيقولوها نسيم، المخرج نسيم تعسيق، مع شعبون المغبون. راه كاين حفلات في التياتر تاعنا، تياتر دورون، راه كاين حفلات واحد في العيون، في لابلاص تاع العيون، واحد السي الشيخ دار واحد العام اللي فات دار حق تاع ربي واحد الحفلات روعه. ويكون ان شاء الله كونتاكت كيما هكا، يكون حفلات ونيفو دورون خارج وهران ثاني. ومرحبا به كاع اللي كبر بحميد بلا حدود ويلغى، رانا هنايا، رانا حاضرين احنا، ما رانا الشعب الجزائري. ونقول لهم ان شاء الله تصوموا بالصحه والعافيه ان شاء الله وعلى خير وكثروا المعقوده.